شيفر سانتي. شيفر سانتي كما استنستوا بينا قدموا لكم آخر الأرقام الطبية في تونس حسب دراسات وطني، وين تعد الأمراض الغير المعدية مشكل صحي عام كبير في تونس بحسب ما كشفته دراسة أعدتها وزارة الصحة لسنة 2019-2020، لا سيما أن الإصابات بداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة، أمراض القلب والسرطان تتسبب في 80% من مجموع الوفيات وتمثل 60% من نفقات التأمين الصحي في البلاد، ويؤثر نمط الحياة المتبع من قبل التونسيين ونظامهم الغذائي على الوضع الصحي العام، الأمر اللي دفع السلطات التونسية الصحية إلى دق ناقوس الخطر خوفا من انتشار أكبر للأمراض الغير المعدية أو غير السارية اللي تؤدي إلى وفيات تطاول حتى الفئات الشاب. وتبين الإحصائيات الدراسة اللي كانت قدمتها وزارة الصحة أنه 5 تونسيين اللي تجاوز أعمارهم 20 عام مصابون بداء السكري، وهو رقم يجاوز النسبة العالمية. كذلك أنه أكثر من 15% من التوانسة البالغين من العمر 15 عام فما فوق مصابون بداء السكري، وترتفع هذه النسبة إلى 35% لدى الفئة اللي تتجاوز 50 عام. من المتوقع أن تتخطى نسبة الكهول المصابين بهذا المرض إلى 27% في عام 2027. ومنذ عام 2018 وضعت تونس استراتيجية متعددة لقطاعات الوقاية من أمراض الغير المعدية تمتد حتى عام 2025، وتهدف السلطات الصحية عبر الاستراتيجية إلى الوقاية للحد من الأمراض الغير المعدية، مع العمل على إمكانية تفادي ما بين 15,000 و20,000 وفاة سنويا للأشخاص تقل أعمارهم عن 65 عام تسببها تلك الأمراض في البلاد. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم.